Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lutfi Hanifah. Ana min ta'lim al-lughat al-arabiyyah B. Sa'ubayyin al-istinbat min maqalah tahta al-mawdu' min adraru tadakhin. Intishar at-tadakhin wa kathirat nisbatu madakhinina fi hadha al-asab. Mimma yang duru bi ziyadat al-mushkilah as-safiyyah bainahum. Faqad أظهرت دراسة كثيرة أن التدخين يعرض الصحة لكثير من الأخطار، وأنه سبب لكثير من الأمراض، مثل الأمراض القلبية والسرطان والزعات ثم والتهاب الرئوي، كما أنه يسبب شيخوخة ويزيد نسبة وفية. وتدخين قتل لنفسي وانتحر بديع كما أنه ضرورة بإجماع الطباء والأقضاء. ينفق مدخنون أموال كثيرة على السجائر ولا يأخذون مقابل ذلك إلى ضرورة وخسارة. وقد وجد أن ما ينفقها 6 مليون مدخن في أمريكا ويكلف 4 مليار دولار في العام. من هذا البيان أنا موافق إذا التدخين ضرورة بجسمنا كل من مستخدمي السجائر والأشخاص حول الدخان السجائر. هذه لبدن شباب تتعلم عن خطر التدخين لنفسه والإنسان حوله لكي شباب في هذا الزمن تعلم صحته مهمة جدا لكل الناس. شكرا على اهتمامكم ثم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.